السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنكمل النهاردة على المحاضرة الثانية في شابتر 3. إحنا خدنا المرة اللي فاتت يعني إيه أسمبلي وإيه أهمية الأسمبلي، وقلنا إن هو لازم ينزل البروجرامر لمستوى الهاردوير علشان خاطر يعرف محتوى الريجسترز ويشوف محتوى الميموري إزاي بيحصل أدريسنج الميموري والحاجات دي كلها. ومشينا لغاية ما وقفنا عند البروجرام تمبلت. هنشوف برضو بالنسبة لمحتوى الريجسترز ومحتوى الميموري والادرسنج والحاجات دي هنشوفها ان شاء الله النهارده بالتفصيل. المرة اللي فاتت ضربنا مثال صغير على ازاي اعمل ادنج ل 32 بت ريجسترز. كنا بنقول ان احنا بنبدا الكود بتاعنا بوابة 386 عشان خاطر مثلا هنشتغل على المايك بالصور اللي هو 8086، هو كان عبارة عن 32 بت وطبعا 32 بت ريجسترز. وعشان كده البرنامج بتاعنا قلنا ان هو هيشتغل على 32 بت، يعني هيقدر ياكسس 32 بت ادرس. احنا كنا بنعرف حاجه اسمها الموديل دوت موديل فلات، وبعد كده كنا بنقول اللي هي الستاندرد كولز. الموديل فلات معناه ان انا كنت بقول له ان احنا الميموري بتاعنا بتاعت الادرس بتاعها هو بالنسبه لي هو الفيزيكال ادرس، يعني اللينير ادرس بتاع البروسيس او البرنامج اللي انا شغال عليه هيكون بالنسبه لي هو مين؟ هو الفيزيكال ادرس او اللي احنا بنسميه الريال ادرس. كلمه ستاندرد كول معناها ان هو هيكون بروسيجر في الاوبريتنج سيستم، يعني هيروح يكون حاجه في الاوبريتنج سيستم عشان خاطر تعمل له حاجه معينه. الستاك 4096 معناها ان هو هيستخدم الستاك ويحط فيها ياخد فيها منها 12 ادرس اللي هي 4096 مكان. وبعد كده كان بيعرف اكزيت بروسيس، والبروسيس ديت مين؟ عباره عن بروسيس تايب. وهنشوف ان هي كان بيجي بعدها الفانكشن اللي هي اكزيت بروسيس دي، كان بيجي بعدها حاجه اسمها البروتوتايب. البروتوتايب ده كان بيتكون من ايه؟ بيتكون من اسم الفانكشن اللي هو البروتوتايب كيورد اللي هو مكتوب هنا ده، وبعد كده كوما، وبعد كده كنا بنكتب انبوت بارامترز او بنسميها انبوت ارجيومنت. والانبوت بارامتر او الارجيومنت بتاع الداله دي كان اسمه ايه؟ كان اسمه دبل وورد اكزيت كود. طبعا هو ده الانبوت بارامتر اللي كان بيدخل لها، وكان بيبقى من نوع كام؟ من نوع دبل وورد. طيب بعد كده هنشوف ان هو بعد كده هو بيأكسس البروسيس، بيقول لك لو البروسيس دي كانت بزيرو معناها ان الاوبريتنج سيستم هيروح يقفل الفانكشن بتاعتي او يقفل البرنامج بتاعي، ويبقى عارف ان مفيش عندي اي ايرور في السوفت وير، وبالتالي هيبدا يقفل البرنامج بتاعي من غير اي ايرور. والله لو لقى ايرور يقول ايه؟ مديك اكسبشن، يقول لك خلي بالك في ايرور موجود عندك. وكنا بنقول ان الاكزيت بروسيس بروتوتايب ديت هي دي عباره عن فانكشن. الفانكشن ديت بتاخد تفويض او حاجه اسمها ديليجيت من الاوبريتنج سيستم. دي مش اللي بتعمل اكزيت، اللي بتعمل اكزيت بيبقى موجوده في السي بي يو، بس ان هو بناخد حاجه ايه من نوع كده من نوع التفويض. لما نحتاج يقفل بيروح ايه للاوبريتنج سيستم بعد اذنك انا عايز اقفل البرنامج، هيقول له بعد اذنك ازاي؟ عن طريق ان هو هيحط حاجه معينه في الميموري، فالاوبريتنج سيستم هيروح لما يلاقي زيرو في الميموري دي يقوم طافي البرنامج ويشيل الداتا من الميموري بتاعته. فانت لما بتعمل كده كانك بتروح تنفذ بروسيجر. البروسيجر دي هي عباره عن برنامج، لما بيروح ينفذه بيقول له انا برنامج طفيت والاكزيت كود اهو، فبالتالي السوفت وير او الاوبريتنج سيستم بيروح يشوف الكود بتاعه في الميموري، بيعرف ان هو عايز يقفل فبيقوم قافل. ده نوع من انواع الايه؟ ده نوع من انواع التفويض بيستخدمه البرنامج بتاعنا عشان خاطر يعمل كولنج للسوفت وير عشان خاطر يقفل له البرنامج بتاعه. احنا قلنا دوت كود هو ده اللي انا هكتب فيه الكود بتاعي. بعد كده بكتب ببدا الكود بتاعي من حاجه اسمها المين بروسيجر. المين بروسيجر دي هي دي الحاجه المين بتاعتي، وبعدين بكتب فيها مين؟ بكتب فيها الكود بتاعي اللي هو موف كذا على كذا، اللي هو مثلا هياخد القيمه دي يحطها في الاكيوميليتور، وبعد كده يقابل القيمه دي على القيمه اللي في الاكيوميليتور، وبعد كده سبتراكت القيمه دي من الاكيوميليتور، وبعد كده زي ما هنشوف كول دامب ريجستر اللي هو بين الدامب مجموعه الريجستر اللي عندي عشان يطلع لي محتواها، وبعد كده بيعمل ايه؟ بعد كده بيقول لي انفوك اكزيت بروسيس. انفوك اكزيت بروسيس معناها
ان هو يقفل لي البرنامج بتاعي. وكلمه اند مين اند بروسيجر دي معناها ان هو هيروح يقفل المين بروسيجر، يعني يقفل البروسيجر حتى لو كان ما فيش دله مين زي دي. انا مش بالضروره يكون ديفيلوبر شخص يقفل البروسيجر، ممكن تعرف اي حاجه بس لما تعرف عليه قدام الناس اللي هو بيكتبوا ايه؟ بيكتبوا مين. بعد كده اند مين، اند دي معناها اقفل من البرنامج خالص ايا كان اللي جاي بعد كده. المين دي بيسموها حاجه اسمها الانتر بوينت اللي هو مدخلها فين؟ الانتر بوينت اللي هو مدخلها هنا، يعني مين اول واحد هيتنفذ هتقول له هو مين؟ هتقول له هو المين. تمام كده؟ كويس جدا. بعد كده اداني البروجرام تمبلت، انا هقدم شويه البروجرام تمبلت عبال بس لما نروح عند مين. في الكتاب في شويه سيكشنز كده مش موجوده في السلايدز، فانا هبدا اعرضها معاكم على ايه؟ هبدا اعرضها معاكم من الكتاب. كويس جدا. الكتاب بيقول ايه؟ الكتاب بيبدا هنا في حاجه اسمها الرننج اند الديبجنج ذا اد تو بروجرام. ازاي بيعمل رن وبيعمل ديبج على الفيجوال ستوديو؟ يبقى الراجل هنا بدا يتكلم على انه هيستخدم الفيجوال ستوديو، الفيجوال بتاع الفيجوال ستوديو، وتقريبا هو بيبدا من بعد 2012 عشان يعمل رن ويعمل ديبج للبرنامج بتاعه. طبعا الديبج، كلمه ديبج احنا قلنا تعريفها في تقريبا في ثاني محاضره، بعد ما ادينا محاضره تعريفيه كده عن ايه هو الكمبيوتر واللغات اللي بنتعامل معاها الكمبيوتر وازاي الاوبريتنج سيستم بيكونترول الهاردوير والسوفت وير والحاجات دي كلها. قلنا الديبج ان هو الراجل اللي عايز يتريس البرنامج بتاعه، الراجل عايز يشوف البروسيس او البرنامج بتاعه شغال ازاي عشان يبدا يصحح الاخطاء لو موجود عندي اخطاء. تمام كده؟ هو دي معنى كلمة ديبج، ان هو يتريس او يعمل تراكنج للبرنامج بتاعه عشان يبدا يصحح الاخطاء لو كانت في اخطاء موجوده. فهو هيستخدم الفيجوال ستوديو عشان يعمل ايديت، عشان يبيلد، عشان يرن البرنامج بتاعه. يعني هو يقدر يعدل في البرنامج وبعدين يكاري الاوبجكت فايل، وبعدين احنا هنعرف دلوقتي يعني ايه اوبجكت فايل لما نيجي بس الكود قدام شويه هنعرف يعني ايه اوبجكت فايل، وبعدين يرن، وبعدين يخلي الاوبريتنج سيستم يعمل لودنج ويشتغل. وبرده دلوقتي ان شاء الله هنعمل عمليه اللودنج واللودنج والحاجات دي كلها. الراجل بيتكلم عن ايه؟ الراجل بيقول ان انا هقدر اعدل في البرنامج بتاعي. فاكرين لما قلنا من ميزه الاسمبلي لانجوج ان هي لغه ريدابل، لغه مينتينابل، يعني مينتينابل يعني انا اقدر اعمل لها صيانه، اقدر اد، اقدر اديليت، اقدر انسيرت، اقدر اعمل فيها اي تعديل انا عايزه. فالراجل عايز اهو عايز يكاري، عايز يكاري فايل، عايز يشوف ازاي بيعملوا رن، يشوف ازاي فين هو الاوبجكت فايل، عايز يخلي الاوبريتنج سيستم ازاي بيرود الاكسكيوتابل فايل، وبعد كده ازاي بيشتغل. الراجل كمان بيقول لنا ان الكتاب بتاعنا ده جاي معاه شويه اكزامبلز على الفايل دايركتوري اسمه البروجكت 32. اول ما بتكلم على البروجكت 32، البروجكت 32 ده بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على الفيديو ستوديو والكونسول بروجكت اللي بيشتغل عليها ال 32 بت اسمبلي لانجوج. انا بتكلم في الاخير قال لك انا في اخر الكتاب جايب لك اسطوانه او حتى في شويه مشاريع انت تقدر تنزلها من على النت وتشوف ازاي تعمل تشغل برنامج وتعمل له ديبج وتشوف الاوبجكت فايل وازاي الاوبجكت سيستم بيلود او الاكسكيوتبل فايل بتاعك بيلعبه من الميموري يبعته للمايكرو بروسيسور. هو قال لك ان هو بيشتغل على فيجوال ستوديو 2012، بيوريك ازاي بتفتح السامبل بروجكت. هو بيديك ايه؟ هو بيديك مثال هنا على سامبل بروجكت انك ازاي تفتح برنامج اللي هو بس بياد رقمين 32 بت في بالنسبه للمايكرو بروسيسور اللي شغال بيه. انا بقول لك ايه؟ انا هروح افتح الفولدر بتاع بروجكت 32، وبعد كده هيفتح فايل اسمه ال اس ال ال فايل. الفايل ده هو اللي هيلاتش الفيجوال ستوديو، يعني هو ده الفايل بتاع البروجكت اللي هيفتح على مين؟ على الفيجوال ستوديو. تمام. بعد كده بعد ما قال لك انا هفتح البروجكت 32 وهفتح الفايل اسمه اس ال ال فايل، وده الفايل اللي هيلاتش الفيجوال ستوديو.
قال لك انا هروح افتح حاجه اسمها السوليوشن اكسبلورر. السوليوشن اكسبلورر في الفيديو ستوديو هتلاقيها على اليمين، فيها كل الفايلز بتاعتك. معلش انا عندي الفيديو ستوديو لسه والله مسطب الوضع سيستم من حوالي شهرين كده، فشفت الفيديو ستوديو اللي عندي كان موجود عندي فيديو ستوديو 2013. المهم يعني انك على اليمين هتلاقي كل الفايلات بتاعتك، فانت هتعمل بس اد من حاجه اسمها كونتكست منيو، وتختار حاجه اسمها لي ايتم، وتقوم حاطط اد تو دوت اي اس ام اللي هو دوت السمبلر، يعني اللي هو ايه اللي هو الفايل اللي فيه السوفت وير بتاعك، وتختار المكان اللي هتحتفظ فيه وتضغط اد علشان يسيف الفايل بتاعك. وعندنا الشكل 3-1 بيوضح الحته دي. هتروح تكتب له بس اد تو اي اس ام، هذا الشكل 3-1، شكل 3-1 بيوضح لك الحته دي. بتروح تكتب في الميل اد تو دوت اي اس ام، وتقوم ايه وتقوم مسيف البرنامج بتاعك، هتختار المكان اللي هتحتفظ فيه بالفايل، وتضغط اد علشان يسيف الفايل. تمام. في حاجه مهمه جدا جدا جدا، انت دلوقتي شغال على الفيديوال سي بلس بلس. الفيديوال سي بلس بلس ده بيدعم سي بلس بلس، بيدعم سي في نفس الوقت بيدعم الاسمبلي. فممكن ما تلاقيش ملف الاسمبلي، ممكن ما فين الحته اللي هتكتب فيها اسمبلي يا جماعه، ما انتش لاقي قدامك حاجه تكتب فيها اسمبلي، فانت ممكن تكتب الملف وتسيفه ب دوت اي اس ام، زي مثلا لما تروح كده تكتب في اللوج اللي هو اسمه ده لوج بلس بلس، ده ممكن تكتب فيه وتخزنه بايه؟ وتخزنه بدوت دوت اي اس ام، وبعدين تقوم داخل كاتب التيبل بتاع البرنامج. خلاص بقى انا هكتب التيبل، بس انت لو كتبته في فايل خارجي فبتضطر غصب عنك تعمل ايه؟ هتكتب كل حاجه بايدك بقى، مش هتقدر تستخدم التمبل كده، لان اللي بيثبت التمبل هو مين؟ هو الفيديو ستوديو. طيب خلاص هتكتب البرنامج بتاعك، وتخلص البرنامج بتاعك هنبدا زي ما قلنا بنوت 386، معناها انك هتشتغل على 32 بت ريجسترز. بعد كده هتقول له موديل فلات، انك هتستخدم الفلات ميموري، معناها ان اللينير ادرس هو نفسه الريال ادرس بتاع الميموري او الفيزيكال ادرس، فانت كده مش محتاج تعمل ترانسليشن من اللينير ادرس للفيزيكال ادرس زي ما قلنا المره اللي فاتت، انك عندك شويه حاجات كثيره لغايه ما توصل لغايه الميموري سيجمنت، ثم تاخد رقم السيجمنت تبني عليها الاوبسيت تديك انت واقف ثاني سيجمنت بالظبط. بعد كده الستاندرد كورنر هتكون الاوبريتنج سيستم، ثم الاستاد زي ما قلنا، وبعد كده بتكتب الكود بتاعك المين بروسيجر ولغايه ثم الكود اللي هو بس هنا الكود اللي هو بيقول لك انا عايز اد 32 بت نمبر على 32 بت ريجستر، فال 5 بت 32 بت انا خزنها في الاكيوميتر اللي هو 32 بت، بعد كده اجمع عليها 6 هيديني مين؟ بيديني النتيجه. قلنا احنا في النص بتاع عدم البروتايب، البروتايب ده اسمه اكزيت بروسيس، ده بس كل من اللي هو هياخد الدبل وورد اكزيت كود كارجومنت او كانبوت بارامتر، بياخده عشان خاطر يقيد بيه البرنامج بتاعي او يخرج من البرنامج بتاعي. ده بروتوتايب نظام تبع مين؟ تبع الاوبريتنج سيستم نفسه. بعد كده السكشن بتاع الدوت كود زي ما قلنا بتكتب جواه الكود بتاعك، بتبدا تحط حاجه اسمها المين بروسيجر انت هتبدا منها، تكتب بقى الانستراكشنز اللي انت محتاجها. بعد كده بتعمل ايه؟ بتعمل انفوك اكزيت بروسيس يمين وزيرو عشان السي بي يو يروح يقول للاوبريتنج سيستم اقفل البرنامج عن طريق انه يبعت حاجه معينه من الرام، فالاوبريتنج سيستم بيروح يشوف المايكروبروسيسور عايز ايه؟ يلاقيه عايز يقفل البرنامج، يبص على الكود بتاعه يلاقيه بكام؟ اللي هي اكزيت بروسيس زيرو، هيلاقي الكود بكام؟ هيلاقي الكود بزيرو. الاوبريتنج سيستم وقتها هيعرف ان مفيش مشاكل، يقوم الاوبريتنج سيستم قافل البرنامج وشايل الداتا بتاعته من الميموري. الكلام ده قلناه المره اللي فاتت وبدانا بيه مع حضرتنا، معناه ايه؟ ان هو يقول له انفوك اكزيت بروسيس وزيرو، الراجل السوفت وير بتاعي اللي انا كاتبه بيعمل كولينج للاوبريتنج سيستم عن طريق الفانكشن اسمها اكزيت بروسيس وبيديها بروتوتايب. البروتوتايب ده نوع انبوت ارجيومنت، الانبوت ارجيومنت ده من نوع ايه؟ من نوع دبل وورد. تمام كده؟
حلو جدا، معناها ان السي بي يو بيروح يقول للاوبريتنج سيستم انا عايز اقفل البرنامج بتاعي. ازاي هقول له كده؟ عن طريق ان هو اللي هيبعت له حاجه معينه في الرام. فالاوبريتنج سيستم هيروح يشوف السي بي يو عايز ايه؟ هيلاقيه عايز يقفل البرنامج. طب عايز تقفل البرنامج ازاي؟ هيبص على الكود اللي هو بعته له، الكود ده يمكن يكون زيرو، ويمكن يكون حاجه ثانيه غير زيرو. لو كان زيرو هيعرف ان مفيش مشاكل، يقوم الاوبريتنج سيستم عامل ايه؟ يقوم الاوبريتنج سيستم قافل البرنامج وشايل الداتا بتاعته من الميموري. بعد كده هتعمل ايه؟ بعد كده يعمل مين اند اند البروسيجر، معناها ان انا خلاص اند البروسيجر بتاعتي، قلنا ممكن تستخدم اي حاجه ثانيه غير مين، لكن المتعارف عليها مع الناس انت تكتب كلمه ايه؟ تكتب مين. يبقى انت بتاند البروسيجر. بعد كده ثم اند مين، انت بتاند البرنامج نفسه، بتقول له ايا كان في البرنامج كلمة مان اللي بعد اند دي بمعناها ايه؟ بمعناها انترفول، بمعناها ايه؟ انترفول. حلو جدا، ده اللي احنا قلناه. بعد كده الراجل بيقول لك انا عايز ابيلد البرنامج، ما بيقول انا عايز على المره اللي فاتت، انا عايز اعمل ايه؟ عايز ابيلد البرنامج. يبقى قال لك خلي بالك انت هتعمل بيلد للبروجكت بتاعك من هتلاقي حاجه اسمها فوق كده البروجكت مانيوال. من البروجكت ميديا ديت هتشوف فيه ايرور ولا لا. ما انت لما بتعمل بيلد، لما تعمل بيلدنج للبرنامج هيقول لك والله انت عندك ايرور ولا ما عندكش ايرور. عن طريق ايه؟ هتلاقي حاجه اسمها الايرور ليست. لو رحنا على شكل 3 2 هتلاقي حاجه اسمها الايه؟ الايرور ليست. الايرور ليست ديت عباره عن ايه؟ موجوده تحت عندك فين؟ موجوده تحت عندك في الشكل اهو. شوف هنا بص هنا هطلع فوق شويه اهو. لو بصيت هنا هتلاقي بيقول لك ايه؟ ده الايرور ليست. بيقول لك بيلد واحد سكسيد زيرو فيل زيرو اب تو ديت زيرو سكيب. يبقى انت البرنامج بتاعك حصل له ايه؟ البرنامج بتاعك لما عملت له بيلد حصل له سكسيد، معناه ان البرنامج بتاعك ده ايه؟ ما فيهوش اي ايرور. تمام كده؟ طيب يبقى البرنامج بتاعي ما فيهوش اي ايرور، سواء كان سنتكس ايرور سواء كان سيمانتيك ايرور ايا كان. يبقى عرفنا ازاي نعمل البيلد للبرنامج؟ ان انا هروح على البروجكت مانيو اشوف اجيب منها بيلد، ثم بعد كده الراجل هيبدا يعمل لي بيلد للبرنامج بتاعي. هيديني حاجه اسمها الايرور ليست اللي هي موجوده هنا، ادي ويند اهي، الويند دي اسمها الايرور ليست او البيلد بتاعي. البيلد ده والله هيقول لي انت عندك واحد تقسيم، معناها ان انا رحت ابيلد البرنامج ما لقيتش فيه اخطاء، فالبرنامج بتاعك كانت الاوبن تو فايل مفيش مشكله خالص. بعد كده زيرو فايند، بعد كده زيرو ابديت وزيرو سكيب، يبقى انت ما عندكش اي اخطاء. كويس جدا. عندي بعد كده حاجه برضو مش موجوده في السلايد اسمها الايه؟ اسمها الديبجنج ديمونستريشن. الديبجنج ديمونستريشن دي معناها ايه؟ انا بقى الديبج هنبدا نعمل ديبج للبرنامج بتاعي اللي احنا شغالين عليه. يبقى انا عندي برنامج، البرنامج ده خلصته، محتاج بقى اعمل له ايه؟ اعمل له ديبج عشان ابدا اتريس الايرور اللي هي البرنامج اللي انا شغال عليه. انا عايز اقول لسيادتك على حاجه. احنا دلوقتي عملنا كتبنا البرنامج، عملنا له بيلد، قال لي واحد سكسيد مش عارف زيرو فيلد زيرو ابديت، مفيش مشكله خالص. بس دلوقتي انت قلت لنا يا دكتور ده احنا شغالين مع الاسمبلي علشان خاطر ابدا اشوف محتوى الريجسترز، محتوى الميموري، مش عارف الميموري ادريسيز، الحاجات دي كلها. انا الى الان ما قراتش اي كلمه من اي ريجستر. احنا محتاجين بقى هنا نعمل ديباج. ليه هنعمل ديباج؟ علشان ابدا اشوف محتوى الريجسترز. وبحكم كمان اننا ما استخدمناش اي حاجه عشان نعرض فيها قيم الريجسترز على الشاشه بتاعتنا، فاحنا مش عارفين الريجسترز دي جواها ايه. الراجل هو فعلا حصل سبسيدي، لكن هو ده صح؟ هل محتوى الريجستر صح؟ هل لما قلت له حط لي 5 في الاكيوميتور وجمعنا 6 على الاكيوميتور، هل فعلا فاينلي الاكيوميتور فيه 11؟ ولا الراجل بيقول بص عمل لي صح وخلاص؟ ما هو فعلا ممكن ما يكونش فيه سنتكس ايرور ولا حتى سيمانتك ايرور، بس انا بشوف ايه طلع السوفت وير وطلع لي الريزلت، بس مش دي الريزلت اللي انا محتاجها. يبقى لازم انزل المحتوى مين؟ عايز اشوف بقى اقرب محتوى ريجسترز. تمام كده؟ يبقى انا طالما مش العمليه مش عارف العمليه كانت صح ولا غلط، طب هو رن خلاص ولا ايه اللي حصل؟ يبقى انا تعالى انا دلوقتي هقدر اخليك تشوف محتوى ريجسترز ازاي؟ قال لك الفيجوال ستوديو من اول 2008 يوم تعتبر بيسبورت العمليه بتاعت الديبايننج دي. تمام كده؟
واعتقد دلوقتي معظم الناس كلها معاها فيديو استوديو حتى لغايه 2019، فمفيش مشكله. فانت ممكن تبدا الديباج وتختار الديباج مثلا بستيب اوفر من الديباج منيو. عندي برضه هلاقي الديباج منيو كده في الديباج بتاعي فوق على كده بإصدار الفيديو الاستوديو. والله ممكن يكون الستيب اوفر ب اف 10 وممكن يكون ب اف 8. واعتقد انتوا اشتغلتوا مع اشتغلتوا الحاجات ديت كده، واكيد اكيد انت عارفينها يعني. كلنا استخدمنا الفيديو الاستوديو، كلنا كتبنا كود سواء كان حتى على مستوى الهاي ليفل، هو شبه الهاي ليفل بالظبط. فانت بتروح تشوف الستيب اوفر ده هتعمله ازاي. ممكن يكون من اف 10، ممكن يكون من اف 8 من الكيبورد، وهي هتنفذ مين؟ هتنفذ الستيب اوفر. حلو قوي. هل ممكن نعمل الديباج بطريقه ثانيه؟ اه طبعا ممكن نعمل ديباج بطريقه ثانيه. ازاي اعمل ديباج بطريقه ثانيه؟ عن طريق انك تحط بريك بوينت. احط بريك بوينت فين؟ عارفين شمال الكود هتلاقي عليه الفيرتيكال ايه؟ الفيرتيكال بار اللي هو موجود ده، زي ما هشوف دلوقتي في الصور بتاعتنا. تعالى كده ننزل على الصور بتاعتنا اهو، شايف ده؟ الفيرتيكال بار اهو. الفيرتيكال بار ده هتعمل فيه ايه؟ انت بس كل اللي هتعمله هتروح تضغط بالماوس على البار ده، على الحته الشمال هنا دي، على اي سطر. بس هقول لك دلوقتي كده فين بالظبط عشان مش كل سطور هتديني محتوى عن الحاجات اللي انا بستخدمها. طبعا كلنا عارفين الحاجات دي، كلنا استخدمناها على مستوى. في ناس كتبت سي، وناس كتبت سي بلس بلس، وناس كتبت سي شارب، وناس كتبت جافا، وناس كتبت بايثون، وناس كتبت لغات كتيرة جدا، حتى لغات الليزم والبرولوج وكل والماتلاب وكل البرامج دي كلنا استخدمناها، كلنا عملنا ديبج، كلنا عرفنا شفنا ازاي نحط ايه؟ ازاي نحط بريك بوينت. يبقى العلامة الحمراء دي ظهرت في المكان اللي انا ضغطت عليه، وبعد كده هعمل ايه؟ هعمل رن، ثم سواء كان ستيب اوفر او هرن ستيب باي ستيب، وابدا اعمل مجموعه الستيبس بتاعتي. انا عايزك برضو تاخد بالك من حاجه، الحاجه اللي انا قلت لك عليها دلوقتي، ايه هي الحاجه دي؟ انت لو رحت ضغطت مثلا حطيت البريك بوينت على الدوت كود، تمام طيب كده؟ طيب دي مش نقطه يعمل عندها ديباج. ليه؟ لان سيادتك ده تعريف للسكشن، ده بيقول له دي هي الحته بتاعت الكود سيجمنت، دي الحته اللي انا هكتب فيها الكود بتاعي. يبقى ده تعريف لمين؟ ده تعريف للسكشن، بتعرفه ان ده بدايه لحاجه هكتب فيها كود. في الحاله دي هو هيروح لمين؟ هيروح لاقرب سطر بعدها يقدر يعمل منه ديباج. كلنا عارفين الحته دي، بس احنا من ايه؟ بنذكر. من ايه تاني؟ ان سيادتك لو رحت حطيت البريك بوينت عند الدوت كود، الراجل مش هيديك حاجه. ليه؟ لان ده تعريف للسكشن، السكشن ده اسمه كود سيجمنت، معناها اللي جاي بعد كده ده هيبقى عباره عن الكود اللي هو هيتنفذ عن طريق مين؟ عن طريق الاسمبلي والمايكرو بروسيسور. فهتلاقي البروجرام كود بيروح يقوم واقف على اقرب نقطه بعدها، اللي هي مثلا دي 2. هنا هيبدا بقى يديك ايه؟ يديك مثال يقول لك انا حطيت مثلا البريك بوينت عند السطر 11، هحط لك البريك بوينت عند السطر كام؟ 11. ده اهو البريك بوينت عند السطر بتاعنا اللي هو 11 اللي مكتوب عنده موف اي اي اكس و5. ده معناه لود اميديتلي، يعني بعد اذنك روح خد القيمه 5 وحطها فين؟ وحطها في الريجستر اللي اسمه اي اي اكس الاكيوميتور ريجستر على طول، تمام كده؟ طب وبعد كده يعمل ايه؟ هيعمل اد للسته دي على محتوى الاكيوميتور ريجستر اللي كان اللي هو بالنسبه لي موجود فيه 5، وسيف القيمه اللي هي الريزلت بتاعت فين؟ في الاكيوميتور، تمام كده؟ يعني المفروض لما بعمل ديباج واجي اقف على صدر 13 واحط مؤشر الماوس على الاي اكس الاقي فيه كام؟ الاقي فيه 11، تمام كده؟ حلو جدا. هنلاقي فيه 11. ولو رحنا على الصفحه اللي بعد كده هنلاقي ان الراجل اهو عمل لي ايه؟ شوف هنا لما عمل ديباج ادى البريك بوينت ولا السهم واقف اهو. لما عمل ديباج لقى ان قيمه الريجستر اللي اسمه اي اكس كانت بكام؟ قيمه الريجستر اللي اسمه اي اكس كانت ب 11. هو ليه مش موضحها هنا؟ المفروض الفاليو بتاع الاي اي اكس كان 11. تعالى ندور على اهو ادا اي اكس، شوف الصفحه دي صفحه 68، هنلاقيه طلع قيمه الريجستر اللي اسمه
اي اكس كان راح بتعمل الفاليو ادل اي اكس وده الفاليو 11. حتى لما راح وقف بالمؤشر لما بقى ايه لما النزل بالستيب اوفر لما جاب 0.14 راح زي ما قلت لك راح وقف بالمؤشر على قيمه الاي اكس اداله كام؟ قال له خلي بالك ده الاي اكس فيها كام؟ فيها 11. كويس جدا. دلوقتي عرفنا الديفلوبمنت. في حاجه كمان اللي هي اسمها الكاستمايزنج ذا ديفايدنج انترفيس. ازاي اعمل كاستمايز للديفايدنج انترفيس؟ طيب الراجل ده عايز يقول لي ايه؟ الراجل ده عايز يقول لي انت تقدر تكاستمايز الديفايدنج انترفيس بانه يظهر الريجسترز بتاعته عشان يشوف محتواها. ده اهم حاجه بالنسبه لي. انا عايز اشوف محتوى الميموري، عايز اشوف كل ريجستر، اسف، عايز اشوف محتوى ريجستر، عايز اشوف كل ريجستر فيه ايه بالظبط. تمام كده؟ فانت بتعمل ايه؟ انا بعمل بقى كاستمايزيشن لموضوع الديفلوبمنت ايه انترفيس. ازاي؟ قال لك خلي بالك احنا من الاول ما استخدمناش حاجه من الاوبريتنج سيستم عشان خاطر تعرض لي اي محتوى لاي ريجستر على الشاشه بتاعتي. تمام كده؟ فقال لك انا هعمل ايه عشان اظهر محتوى ريجستر؟ قال لك انت هتروح تسلكت ويندو من حاجه اسمها الديبجنج منيو. يبقى انت عندك الديبجنج منيو هتسلكت ايه؟ هتسلكت ويندو ومنها هتختار ريجستر. تمام كده؟ وهتلاقي شكل 3 5 عندك بيشرح لك ايه بالتفصيل الشويه دول. قال لك هتلاقي ان ريجستر، تعالى شوف شكل 3 5 ادي 3 3 ادي 3 5. الشكل 3 5 بيقول لك ايه؟ بيقول لك هو لما راح على الديبجنج منيو، لما راح لي كلمة ديبج منيو اللي هي موجودة دي، الديبج منيو ده سلكت منها حاجة اسمها الويندو. شوف الويندو بيجيبها ازاي بعد كده. قال لك خلي بالك هتلاقي ان الريجسترز ظهرت في الريجستر ويندو. شوف انا عندي ويندو اسمها ايه؟ اسمها ريجسترز. تمام كده؟ الريجسترز كلها ظهرت لها، ادا اي اكس، اي بي اكس، اي سي اكس، اي بي اكس، اي اس او، كل الريجسترز. وظهر الفلاجز كلها في حاجه اسمها الاكستندد فلاج ريجسترز. دلوقتي هوريك ازاي تفكها كلها لبقى للزيرو فلاج والكاري فلاج والاوكسيلري كاري والبارت، الحاجات دي كلها هنشوف ازاي نجيبها دلوقتي. حلو جدا. يبقى الراجل ظهر لي محتوى ريجسترز في ريجستر ويندو. تمام كده؟ قال لي خلي بالك ده الاي اكس بيساوي مش عارف كام زيرو، ادا 0 1 0 1 0 1 7 0 بي 7 0 دي بي ديت معناها ايه؟ قال لك ده التمثيل الهكسا ديسمال بتاع رقم 11. التمثيل مين؟ التمثيل الهكسا ديسمال بتاع رقم كام؟ 11. عرفت ليه احنا في تالت محاضره اخذنا التمثيل الباينري والهكسا ديسمال وازاي اكونفيرت واحد للتاني؟ 11 دي انا كنت مخزنها ايه؟ انا كنت مخزنها ديسمال. قال لك التمثيل الهكسا ديسمال لرقم 11 هو كام؟ هو 7 0 بي. طب 8 بت، 8 بت ليه؟ لان احنا شغالين على 32 بت ريجستر. فبالنسبه لنا هنا احنا شغالين هكسا ديسمال، فكل بت او كل بت واخده كام؟ واخده 4، يبقى 8 في 4 ب 32 بت. يبقى اذا فعلا الريجستر اللي اسمه اي اكس محتواه كام؟ محتواه 32 بت، والقيمه اللي فيه هي القيمه 11 ديسمال لكنها دي في مين؟ في الهكسا ديسمال فاليوز. حلو جدا. يبقى كده قدرنا نظهر محتوى كل الريجسترز اللي هي موجوده عندي عن طريق ان انا اعمل كاستمايز للديبجنج انترفيس. حلو جدا. انا بقول لي خلي بالك انا بشاور عليهم بسرعه، انا السام هو بشاور على كل محتوى ريجستر. قال لي كمان ده انا جايب لك كمان الاكستندد فلاج ريجسترز. تمام كده؟ ده فيه كل الستاتوس او الستاتوس بتاعه الفلاجز، سواء كان ده ايه؟ سواء كان زيرو، سواء كان كاري، اوفر فلو، دايركشن فلاج، سواء كان انتربت، سواء كان باريتي، اوكزيلري كاري، ساين فلاج، كله. هنشوف دلوقتي ازاي نعرفها. ده بيقول لك كمان ايه؟ بيقول لك ده انت لو ضغطت كليك يمين على لسه، لو ضغطت كليك يمين على الريجستر ويندو واخترت منها فلاجز هيديك من قائمه اسمها بوب اب منيو هيديك حاجه اسمها الانديفيدوال فلاج فاليو. عرفتوا ازاي بنفك دي الاكستندد فلاج ريجسترز لمجموعه الستاتس فلاجز كلها عن طريق الريجستر ويندو؟ هقول ضغط عليها على كليك يمين واقول مختار ايه؟ بوب اب منيو.
هيقوم مديني كل الاندفيدوال فلاجز زي الراجل ده اللي هو مديني كده بالظبط، اللي هو شكل 3 6 ادي الاندفيدوال فلاجز اهو، ادي الريستر منه لما ضغط عليها كليك يمين، وقام مديني ايه؟ قام مديني كل الستاتس فلاج، سواء كان اوفر فلو بزيرو، سواء كان دايركشن فلاج بزيرو، سواء كان اللي احنا بنسميها الانتربت فلاج قوتها بواحد، سواء كان البارت فلاج زيرو فلاج اوكزيلري كاري، يعني كل الستاتس فلاج ادهالي هنا عن طريق الريجستر ويندو لما ضغطت عليها كليك يمين، ثم اخترت لي حاجه اسمها الايه، ثم اخترت لي حاجه اسمها الجوب اب منيو. شابتر 4 بيتكلم بالتفصيل ممل عن موضوع الفلاجز وهيوريك ازاي هيستخدمها. وخد بالك بقى من حاجه، طول ما انت شغال على البرنامج اي ريجسترز كنت هتتغير نتيجه استجابته لانستراكشن معين، صح ولا غلط؟ الطبيعي لو شغال على برنامج، البرنامج ده عمال اد فاليو وسبتراكت فاليو واضيف فاليو وحاجات، الفاليوز دي كلها متخزنه، الفاليوز دي كلها متخزنه فين؟ في الريجسترز. فبالتالي هلاقي محتوى الريجسترز عمال ايه؟ عمال يتغير. ازاي تعرف ان هو بيتغير؟ لو سيادتك بصيت هنا على الشيء اللي قدامنا كده، الاي اي اكس قال لك هتعرف ان هو بيتغير، لان الريجستر اللي محتواه بيتغير بياخد اللون الاحمر. هتقول لي والله يا دكتور ما ظاهر، والله يا اخي انا شايف. هقول لك طب يا اخي والله العظيم ظاهر، بس هو ظاهر باللون الاحمر الرمادي الباهت. فانت هتشوفه لما تروح تكتب كده السوفت وير بتاعك على مين؟ على الفيديو استوديو، وتبدا تعمل ديباج للبرنامج بتاعك، وهتشوف المحتوى اللي الريجستر اللي كنت بتتغير هتلاقيه عمل ايه؟ خد اللون الاحمر الرمادي او الرمادي الباهت. كويس جدا. برضو انا عايز اقول لشبكتك على حاجه ثانيه ذاكرها الراجل ده في الكتاب. ما هي؟ قال لك الاسمبلي اللي انا بكتبه على الفيديو استوديو بشتغل كانه، او هو بيشتغل كانه كونسول ابلكيشن. اكيد كلنا عارفين الكلام ده، بس انت ممكن تشغله من غير بيئه الفيديو استوديو. انا ممكن اشتغل باي اي دي ايتالو، اقسم بالله حتى مش ممكن اي دي، مش بالدرجه تكون اي دي، ده انا ممكن اشتغل على مين؟ انا ممكن اشتغل على السي ام دي الكوماند برومبت يا راجل. والله ممكن اشتغل على الكوماند برومبت، وهاخد البرنامج ارمي على السي ام دي عادي خالص. بس انت اللي هتشوفه في الحاله دي هتشوف مين؟ هتشوف خارج البرنامج. هتشوف مين؟ هتشوف خارج البرنامج. لكن انت في الانفايرمنت بتاع الفيديو استوديو بتعرف تشوف الابديت، بتعرف تشوف الديبج، بتعرف تشوف محتوى الريجسترز اللي احنا سميناها المونتابيلتي، اقدر اعدل، اقدر اغير، واشوف محتوى الريجستر بتاعتي. لكن الكوماند برومبت انت مش هتقدر تشتغل تشوف غير مين؟ تشوف غير الخارج بتاع البرنامج بتاعك. قال لي برضه انا اقدر اجيب الكوماند برومبت من عند البرنامج منين؟ قال لي هتلاقي عندك بروجكت ديبج باك سلاش بن، دي هتدي له حاجه اسمها الكوماند برومبت او السي ام دي، اقدر منها اشتغل على ايه برضه؟ اقدر منها اكتب الكود بتاعي واشتغل على على الكوماند برومبت عادي خالص. بس احنا يعني مش لاقيين نتعب نفسنا، الكوماند برومبت مش هتديك اي مرونه في التعامل، نخلينا مع الاي دي اي الكويسه اللي هي تدينا مرونه في التعامل، واكتب البرنامج بتاعي بطريقه كويسه. بعد كده هندخل على البروجرام تمبلت اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. قلنا ده الراجل ده له استراكشر ثابته وسهله احنا بنشتغل عليها مع بعض التغييرات البسيطة اللي أنا بعملها لما باجي أشتغل على برنامج جديد. البرنامج ده اللي هو التمبلت ده بيساعدني إن أنا مش عايز أكتب الحاجة فروم سكراتش، أنا لقيت أكتب نفسي ثم في أداة مساعدة بتساعدني. ده الراجل مديني كل حاجة، يعني إيه؟ الراجل كاتب لي الحاجات المستندرد كلها، وبس بيقول لي اعمل انسيرشن من فاليوز الجديده هي، حط الفاليوز الجديده هنا اللي انت عايز تحطها. بعد كده بعد ما بدل ما بروح اكتب كل حاجه بايدي انا بعمل ايه؟ ده انا بقدر اتخلص من هذه العمليات التكراريه، وفقط بروح على الاماكن اللي هي مكتوب فيها انسيرشن دي، وبقوم ضيف فيها الكود بتاعي، سواء كان داتا سيجمنت، سواء كان كود سيجمنت، سواء كان ستاك سيجمنت، زي ما انا عايز. اروح اعمل ايه؟ اروح اكتب كل اللي عايزه. تمام كده؟
حلو جدا. انا راجل حاطط لك 386 فلات ميموري وكل الفانكشن وحط الستاك واكزيت والداتا والحاجات دي كلها. طيب قال لك انت هتفتح الجرور تمبلت يعني اي اي دي او السمبلر بتاعك هيفتح لك الفايل ده بالديفولت. انت لما تروح تفتح الاي دي اي بتاعك على الفيديو ستوديو هو بالديفولت هيقول ايه؟ هيقول مديك الحاجه اللي هي التمبلت اللي هو موجود عنده. وبتعرف فيه كل السكشنز الاساسيه سواء كان دوت داتا دوت كود دوت ستاك كل الحاجات اللي انت عايز تشتغل عليها من غير ما تقعد تكتب وتوجع قلبك. لا ده الحاجات دي ايه؟ الحاجات دي موجوده وسهل جدا. وعايز تكتب كومنت احط كومنت مش عايز مفيش مشكله. بس هو في الاخير بيساعدك في انك تكتب الكود بتاعك كويس جدا. طيب بعد كده دخلنا على الاسمبلنج واللينكينج اند رانينج بروجرامز. تعال نشوف الراجل ده عايز يقول لنا ايه. الراجل ده عايز يقول لنا الاسمبلر نفسه بيشتغل ازاي. الاسمبلر بيعمل ايه؟ الاسمبلر بياخد السورس كود. ما هو السورس كود؟ هو الكود الاسمبلي اللي انا كتبته على الاي دي بتاعتي او اللي انا كتبته في الكوماند برومبت بتاعتي. ده الكود المكتوب بالاسمبلي لانجوج. فاهم كده؟ كويس جدا. واحنا عارفين من زمان ان الاسمبلي لانجوج ما ينفعش ارميها على الهاردوير ريسورسز على طول، لان الكمبيوتر بتاعنا شغال ايه؟ الكمبيوتر بتاعنا شغال ديجيتايز يعني شغال بزيرو واحد. الداتا تدخل له في صوره باينري ليفل، ما بيعرفش ابدا حاجه اسمها اللي هي الاسمبلي او الهاي ليفل لانجوج. طيب وبحكم ان الاسمبلي لانجوج ما ينفعش تتنفذ بطريقه مباشره على الكمبيوتر، الا والله احنا لازم ندور على سام سوفت وير ميكانيزم عشان خاطر يحول لي الاسمبل لانجوج دي او يعمل لها حاجه اسمها اسمبلد للاكسكيوتابل كود. كويس جدا. فالاسمبلر بيعمل ايه؟ الاسمبلر زي ما احنا شايفين هنا اهو. هنيجي دلوقتي للخطوه الاولى دي. الاسمبلر بيعمل ايه؟ الاسمبلر بياخد السورس كود يحوله للماشين لانجوج او اللي احنا بنسميها الباينري ليفل او النيتف ماشين لانجوج. تمام كده؟ حلو جدا. الفايل ده بيسمى ايه؟ الفايل اللي هو بعمل له اسمبلد اللي هو خارج الاسمبلر ده بنسميه ايه؟ ده بنسميه الاوبجكت فايل. ده بنسميه ايه؟ بنسميه اوبجكت فايل. كويس جدا. هل الاوبجكت فايل ده جاهز ان انا ارميه للمايكرو بروسيسور ويقدر ينفذ اللي انا عايزه؟ قال لي خلي بالك ده مش بيكون جاهز انه يرن على المكنه بتاعتي. ليه؟ لابد ان يبصيله سم سوفت وير يوتيليتي او سم بروجرام. البروجرام ده هو اللي هيطلع الاكسكيوتابل فايل. فاهم كده؟ طيب اليوتيليتي بروجرام ده اسمه ايه يا دكتور؟ اليوتيليتي بروجرام ده اسمه اللينكر زي ما احنا شايفين في الستيب رقم 3. كويس جدا. الاكسكيوتابل فايل ده اللي هو بيخرج ده هياخده اللينكر يوديه فين؟ يلوده في الميموري. اللينكر هياخده يوديه فين؟ اللينكر هياخده يوديه في الميموري. كويس جدا. علشان المايكرو بروسيسور يبدا يقرا ويطلع الخارج بتاعه. تمام.